فيديو النهاردة بإذن الله هو المحاضرة الخمستاشر من الرينال. هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا، هما ميكتوريشن الموضوع الأول، والموضوع الثاني هو رينال فيلير أو الفشل الكلوي. كل موضوع إن شاء الله هنشرحه بالتفاصيل مع دياجرامات مهمة جدا للفهم. نبتدي بالموضوع الأول وهو الميكتوريشن. عشان تفهم الموضوع ده لازم في البداية تكون فاهم Anatomy of Urinary Bladder، ده أول عنوان. تاني نقطة Innervation، اليورينري بلادر السبلاي اللي رايح له، ده رقم اتنين. رقم تلاتة علاقة اليورينري بلادر فوليوم بالبرشر اللي جواه، امتى بيزيد وامتى بيبقى ثابت وايه هي الاسباب. النقطة الرابعة هو الميكتوريشن ريفلكس، ازاي هنقدر نعمل الريفلكس ده. وهتعرفوا معايا ان الريفلكس عبارة عن جزئين، جزء ارادي تتحكم فيه voluntary، وجزء اخر involuntary او غير ارادي. وحنختم كلامنا في الميكتوريشن بالابنورماليتيز، الحاجات الغريبة، المشاكل اللي هتحصل، وحنركز على مشكلتين أساسيتين، منهم مشكلة سنسوري شرحناها، ومشكلة هتتقال مع الموتور نيرفس سيستم. فاللي شاف سنسوري وموتور فيديوهات معانا هيقدر يتابع، ولو ما شفتش هنرجع نعيدها تاني إن شاء الله. فالبداية عندنا لازم أكون عارف بعد ما شرحنا فيديوهات الرينال اللي فاتت النهاية ايه. احنا وصلنا الى collecting duct، اليورين يتحرك من collecting duct الى الرينال calluses، يعملها stretch. الستريتش يوسع الكالسس ويزود فيها intrinsic activity، الشغل الخاص بتاعها. طب يحصل ايه بعد كده؟ حركة دودية peristaltic contractions. الكونتراكشن دي توصل الى رينال بيلفس وتمشي في طول مسار اليوريتر. اول فيديو في الرينال اتكلمنا عن الاناتومي، كاليسز وبيلفس ويوريتر، ده المسار اللي هيمشي فيه اليورين. وصلنا الى اليوريتر، وهنا السؤال المهم، هل اليورين بيتحرك من اليوريتر الى البلادر بجرافيتي بس؟ تقولي لا، ده اليوريتر لازم يعمل peristaltic contractions، يعني لازم يبقى في انقباضات مستمرة عشان ازق اليورين في اتجاه البلادر، ده الاساسي بتاعنا. وادي الفكرة بتاعتي الاناتومي، ادي اليوريتر اهو، وادي اليورينري بلادر. في البداية اليوريتر مايل بيبقى اوبليكلي داون للبلادر ميكوزا، فسألنا دكاترة الاناتومي هو ليه مايل؟ قالوا علشان يمنع عودة اليورين من البلادر الى اليوريتر، احنا عاوزين نمنع الريفلكس الارتجاع، يبقى ده اوبليكلي، دي مهمة قوي. طيب اليورينري بلادر بتاعتنا بتتكون من بادي ونك، اللي انا بشاور عليها بلادر بادي اند نك. البادي يتكون من مصل قوية اسمها ديتروسر مصل. الديتروسر مصل دي ليها تون بتعمل كونتراكشن، هي دي اللي هتساعدك في الميكتوريشن في التبول. لازم الول يعمل كونتراكشن ونفتح السفنكتر، فده الاساسي للديتروسر مصل. طيب الحاجة المهمة ان النك بتاعتنا هي عبارة عن محبس، المحبس ده اسمه internal urethral sphincter. internal، قبل ما اجي اكمل افكرك باوتونوميك قلنا زمان، قلنا ان احنا عندنا two sphincters، محبسين.
محبس نتحكم فيه بإرادتنا. دلوقتي أنا مش هعمل ميكتوريش. المحبس ده اسمه external خارجي، وفي محبس تاني داخلي اسمه internal. وقتها قلتلك internal IN بتبقى involuntary لا إرادية. الانترنال انفولنتري ده اللي هنتكلم عليه النهاردة في شغل الاوتونوميك. الانترنال ده هو امتداد للديتروسر مصل اللي موجود في البادي. سألنا الاناتومي برضو سؤال، ان دي شغلتهم، هو الانترنال ده ليه تون؟ يعني ليه كونتراكشن مستمر؟ قالوا ليه كونتراكشن مستمر. نالهم طب ليه؟ قالوا علشان يمنع السيمن اثناء الايجاكيوليشن انه يطلع في اليورينري بلادر. يعني المحبس ده الداخلي يتقفل فالسيمن ما يطلعش اثناء السكشوال انتركورس في اليورينري بلادر بالنسبه للميل. ده ما ينفعش. يعني احنا لغايه دلوقتي يا دكتور درسنا حاجتين ما يرجعوش، اليورين ما يرجعش الى اليوريتر مرة تانية، والسيمن ما يطلعش لليورينري بلادر. ده الاساس بتاعنا. وخلي بالك ان الانترنال سفنكتر طبعا ليه علاقة بالبوستيريور يوريسرا. طيب عندنا سؤال دلوقتي بعد ما خلصنا الفكرة الاناتومي، هو الانيرفيشن اوف يورينري بلادر كم حاجة؟ اقول لك تلاتة. اول حاجه سمباثيك، والتاني باراسمباثيك، دول سبلاي البادي والنك، والتالت بيودندال نيرف وهنتكلم عليهم. طيب السمباثيك زي ما اخذنا في فيديوهات الاوتونوميك من قبل، سبلاي ذا بلفس، ليها جزء بيغذي البلفس. طيب البلفس هو اوطى حاجه عندنا، الحوض، يبقى شيء طبيعي السبلاي اللي رايح له جاي من اخر اجزاء من السمباثيك اوريجين. تقول لي يعني يا دكتور؟ اقول لك فاكر لما شرحنا ان السمباثيك بيبقى سوراكو لمبر، ده المنشا بتاعه 12 سوراسك واول 3 لمبر سيجمنت. فالثلاثه لمبر L1 وL2 وL3 دول السمباثيك اللي سبلاي بادي ونك، يعملوا ايه؟ ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للانترنال سفنكتر. دايما كلامي على الانترنال دايما صح، لان الحاجه الغير اراديه يتحكم فيها الاوتونوميك. تمام. طب نيجي للبارا سمباثيك. لما شرحناه قلنا ان في بيلفيك نيرف، خلي بالك origin of parasympathetic كرينيو سيكرال، 4 كرينيال نيرفز وواحد سيكرال. السيكرال ده خارج من 3 سيجمنتس في السباينال كورد. كلنا عارفين ان السيكرال 5 سيجمنتس. طيب التلاتة دول اللي هما S2 وS3 وS4. بص معايا، ادي 2 و3 و4 اللون الازرق، ده البارا سمباثيك راح للبادي عمل كونتراكشن للديتروسر وريلاكسيشن للانترنال يوريسرال سفنكتر. ده البارا سمباثيك بتاعنا. طبعا طلبه هتسال طيب وايه يعني لما الانترنال يفتح؟ ما هو لسه في محبس تحته ما فتحش. مين اللي هيخليه يفتح؟ هنعرفها النهاردة في الميكتوريشن ريفليكس. ولكن مبدئيا مين اللي مشغله؟ بيودندال نيرف. طالما انا محبس ارادي يبقى لازم النيرف اللي يشغلني يبقى سوماتيك نيرف. سوماتيك، حتى قلنا وقتها سوما مينز بادي، دي حاجة ارادية. يبقى انا عندي 3 innervations sympathetic, parasympathetic و
بيودندال نيرف. لو انت عاوز تعمل ميكتوريشن شيء طبيعي لازم الاكسترنال سفنكتر تو ريلاكس. طب يا ترى مين اللي يعمل له ريلاكس؟ اوتونوميك؟ لا، في سنتر موجود في البرين استم، هنقوله بياخد الاوامر من الكورتكس. هنعرف دلوقتي التفصيلة ايه اللي هيحصل ان شاء الله. طيب نيجي بعد كده للتكملة بتاعتنا وهو سيستو مترو جرام. ده العنوان التالت. احنا العنوان الاول اتكلمنا عن مقدمة، ثم اتكلمنا عن اناتومي، اتكلمنا عن انيرفيشن. طيب عايز اعرف العلاقة ما بين الفوليوم، حجم اليورين في البلادر، والبريشر. فحطينا الفوليوم اوف يورين على الهوريزونتال اكسس محور الافقي، والبريشر جوه البلادر على الفيرتيكال اكسس. وتعالوا نعمل فكرة جميلة، نفضي البلادر من اليورين. هنفضيه بكاسيتر قسطرة عادية، تمام. وبعد كده نملى البلادر بمية مقطرة، ستيرايل ووتر، مش مية عادية، لان المية بيبقى ممكن فيها بكتيريا تسبب ascending infection. يعني الانفكشن يطلع من البلادر لليوريتر للكيدني، انت كده عملت كارثة. لا، احنا عايزين مية مقطرة، distilled water. طيب عملنا ايه؟ لما انت فضيت البلادر تماما، الفوليوم زيرو، كان البريشر زيرو، منطقية. طيب لما احنا ملينا البلادر من زيرو الى خمسين ملي او ميت ملي، لما مليته الخمسين ملي، بص معايا هنا، هيعلى البريشر الى 10 سنتيمتر ووتر بريشر. يبقى انت لما مليته في البدايه كفوليوم البريشر زاد معاك، طبعا زاد بعد الامتلاء. فقلنا الجزء ده الطالع انا هسميه سيجمنت 1A، حدلها رمز، ده الارتفاع الصغير ال 1A. بص معايا بقى من اول 100 اهي الى 400، من 100 ل 400. ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الخط عامل زي البلاتو، عامل زي الهضبه. الخط اللي عامل زي البلاتو او الهضبه معناه ان انا مليت البلادر من 100 ل 400 ملي، تقريبا 300 ملي، والبريشر عندي ثابت لم يتغير، ما زادش عن 10 الى 15 سنتيمتر ووتر بريشر. وبص معايا بعد كده، وبعد 400 لما اتملى اكتر، لا ده البريشر ابتدى يعلى معايا. انا عايز ارد على سؤالين. السؤال الاول، ليه يا دكتور لما مليناه من 100 الى 400 ملي ما زادش الضغط جوه البلادر؟ ايه السبب؟ السبب لازم نعرف ان اليورينري بلادر از سموث مسل، وده شرحناه مع فيديوهات لسموث مسل في القناة. قلت وقتها اي سموث مسل يتميز بقدرة غريبة جدا على المرونة، عنده حاجة اسمها المطوعة، عامل زي الصلصال او البلاستيك. واحنا صغيرين كنا بنجيب الصلصال دي عجينة، نتنيها نفردها نعمل اشكال اللي احنا عاوزين. البلاستيك نفس الفكرة، تقدر تتني البلاستيك او تفرده. طب ايه علاقة اليورينري بلادر بالاوصاف دي؟ عنده القدرة على التمدد، ديستنشن او اكسبانشن، عامل زي البلاستيك، فسميناها بلاس تي سي تي، ظاهرة المرونة المطوعة. انت شبه الصلصال بالظبط اللي كنا بنستخدمه واحنا صغيرين. طب يعني ايه يا دكتور؟ كل ما يملى البلادر اللي هو الراديوس يزيد، اللي هيحصل ان التنشن في الوول يزيد. بص معايا اهي،
ده الار نص القطر بتاع اليورينري بلادر، لان البلادر عامله زي الكوره. فكل ما يزيد الار، شايف التنشن اللي في الول، الضغط اللي في الول هيزيد. لابلاس الفرنساوي فاكرينه قال حاجه جميله قوي، قال ان البريشر اهو، بريشر المركزي في نص اليورينري بلادر يساوي 2T على R. هنا في 2 دبل تنشن على الراديوس. قلنا له يعني ايه؟ قال ببساطه انت عندك ريشيو، لما بيزيد الراديوس اذا زاد التنشن علشان يتناسب مع زيادة الراديوس هيبقى البريشر ثابت. ما هو طبعا اي نسبة كده ليها بسط ومقام، نومينيتور ودي نومينيتور، زودت اللي تحت واللي فوق زاد زيه قيمة ثابتة، فالبريشر ثابت. ده اللي حصل من 100 الى 400 ملي يورين فوليوم، البريشر ثابت عندنا. طب دكتور هو ليه الراديوس وسع؟ عشان يعمل إعادة تنظيم للكروس بريدج. طب ما أنا عندي كروس بريدج موجودة في السموس مصر، مايوسين وأكتين. فاكر الكروس بريدج بتاعت زمان؟ المايوسين عندك اتنين هيدز وعندك النك، هو ده اللي بنتكلم عليه. فأنت بتعمل إعادة تنظيم. طب أكتر من 400، الراديوس فضل ثابت. 400 ملي قال لك لا انا مش هزيد قوي، ما اقدرش ازيد اكتر من 400، ثابت والتنشن زاد، قيمه زادت وقيمه ثابته، فالبريشر يزيد. ده شيء طبيعي. اي ريشيو لو القيمه اللي فوق هي اللي بتزيد واللي تحت ثابت، البريشر هيزيد. زاد البريشر مش قادر تستحمل. عشان كده قالوا لنا معلومة مهمة قوي دكاترة الكلى، قالوا أول رغبة عندك to micturate the first بنسميها إيه؟ desire 150 ملي، ده بداية الرغبة. طب عند 400 عندك حاجة اسمها urgency to micturate. urgent الموضوع دلوقتي طارئ، ما ينفعش مستعجل، فعش استنى، لا انا لازم استأذن. لو انا في محاضرة في اي مكان لازم اعمل ميكتوريشن دلوقتي، يورينري بلادر اتملت ومش هقدر اكتر من كده. طب انا لو ظروفي ما تسمحش اضطريت غصب عني استنى، هحس بالبين عند 600 ملي يورين. يعني ربنا ممشيها معانا درجات. First desire ده رغبة أولى 150 ملي، 400 ده urgent جرس إنذار، 600 أنت بتتألم. فطالب قال لي طالما بتألم يبقى معنى كده أن في pain receptors في اليورينري بلادر. أقول له اليورينري بلادر عندها نوعين من الريسبتورز، ريسبتور بيحس أن البلادر اتملت وده اسمه stretch receptor، stretch إطالة، اتمط اليورينري بلادر، الكرة بتوسع. وريسبتور تاني بيشتغل مع البين. طب ده الأساسي. عشان كده لو نيجي نرجع تاني مع بعض، ده السيجمنت 1A زيادة بسيطة. بص بقى البلاتو ده أو السبات 1B بعد 400 فوق 400 تزداد الكونتراكشنز اوف ذا وول، ده بنسميه سيجمنت 2، كل ده بالرومان لتر. يعني الجراف ده بيبين لي ثلاث مراحل. طب دكتور العنوان معناه ايه؟ كلمه سيستو معناها يورينري بلادر، وكلمه مترو معناها متر او ميجرمنت، مقياس الضغط هيتغير ولا لا في اليورينري بلادر. وبعد كده اقول لك جرام ايه ده. كلنا عارفين وقلتها كذا سنه قبل كده ان الرسمه هتتقال عليها جرام عكس اللي انت متوقعه، جراف
ده كراسه رسم بياني، لا سيستو مترو جرام. طيب ده الاساس. نيجي للعنوان الرابع عندنا، ميكتيوريشن ريفليكس، ازاي تحدث عمليه التبول. الفكره انفولنتري بلس فولنتري، طلبه كتيره بتنسى موضوع الفولنتري كنترول فبتنقص. عايزين نخلي بالنا من الكلام. نبتدي اول حاجه انفولنتري. طالما انت بتتكلم عن ريفلكس يبقى لابد من ذكر ست نقاط رئيسيه اهم، واول حرف من كل نقطه عملتها باللون الاحمر. اول حاجه ستيمولس، بلادر ديستندد، البلادر اتملى. طيب الريسبتور، هتقولي ستريتش ريسبتور. طب يا دكتور حضرتك ما كتبتش ستريتش، كتبت كلمه تانية اسمها ميكانو. ما هو طبعا ما هو اليورين كفوليوم بيضغط على الول، حاجه اسمها ميكانيكال بريشر، ضغط ميكانيكي، فميكانو او ستريتش. طيب ابعت سيجنال او اشاره الى اقرب سيكرال سيجمنت، ليه اقرب سباينال سيجمنت. طب ليه قلت سيكرال؟ لان اليوريناري بلادر في البلفس، فالاقرب له هو ده، والمكان ده في مركز الميكتيوريشن، فانا هبعت اشاره افرنت. طب هبعت الاشاره بمين، بارا سيمباثيك ولا سيمباثيك؟ اكيد بارا سيمباثيك، هبعت ببلفيك نيرف. خلي بالك البلفيك نيرف جزئين، جزء منه سنسوري بينقل الاحساس البلادر اتملت، وجزء منه حركي هنقوله. طب انا بعت للسنتر بتاع الميكتوريشن اس 2 و3 و4. طيب السنتر هيخرج منه اي فريند نيرف بقى ينفس، اسمه بيلفيك نيرف. طب ايه الريسبونس او رد الفعل؟ تقول لي معروفه من سنه اولى اوتونوميك، كونتراكشن للوول اللي هي الديتروسر، وريلاكسيشن اوف انترنال يوريسرال سفنكتر. خلي بالك لسه ما ذكرتش الاكسترنال. طب طالب هيقول لي ده لغاية دلوقتي يا دكتور الكلام عادي جدا، هل يا ترى البرين ليه تأثير على الميكتوريشن؟ طبعا، وده العنوان بتاعنا، higher control of brain over the ميكتوريشن center. كل مكان موجود عندنا له تحكم من خلال البرين. طبعا تقول لي يعني افهم من كلامك ان في ميكتوريشن سنتر في البرين؟ اقول لك اه، وهتشوف دلوقتي عظمه ربنا جميله جدا ازاي. ربنا عامل مركز يتحكم في الميكتوريشن في الكورتكس في القشره، المركز ده اسمه سوبيريور فرونتال جايروس، ده حتى اسمه بيوضح مكانه، ده عند الفرونتال جايروس، جزء الفص الامامي الشق بتاعه. طيب عشان كده المراجع قالوا على السوبيريور فرونتال جايروس اسم اخر كورتيكال ميكتوريشن سنتر، وحطوا لها ابريفيشن اختصار اول حرف من كل كلمه، كورتيكال يبقى سي، ميكتوريشن ام، سنتر سي، ده اقراها كتير قوي، سي ام سي، سي ام سي زي سي بي سي كده، لا سي ام سي. السي ام سي ده يبعت يشغل مكان في البرين ستيم. وقبل ما اقول لك هيشغل مين، عايز اقول لك الابداع اللي ربنا عمله. ربنا عامل السنتر ده يشغل الميكتوريشن او يوقفها. ايه ده يشغل او يوقف؟ يعني يقدر يشتغل على الوشين. خلي بالك لان ممكن الميكتوريشن كان بي فاسيليتيتد او انهبيتد. طب نمشي مع الوجه الاول، انا عاوز اشغل ميكتوريشن، فالسنتر ده
يبعت إشارة لمكان في البرين ستيم يشغل الميكتوريشن. هتقول لي استنى يا دكتور، يعني أفهم من كلامك إن البرين ستيم في مكان يوقف عملية الميكتوريشن؟ أقول لك آه، ومكان يشغل. المكان اللي بيشغل موجود في البونز، فسميناه فاسيليتاتوري سنتر. أنا اللي هسهل العملية دي. يعني لاحظ معايا، اللي بيسهل الأمور يبعت يشغل اللي هيسهل مأموريته. شيء طبيعي، الطيور على أشكالها تقع. إزاي أنا أشغل اللي يعمل العكس؟ فأشغل الفاسيليتاتوري اللي موجود في البونز. طب واللي في البونز ينزل إشارة على السيكرال سيجمنت S2 و3 و4 على السنتر بتاع الميكتوريشن في السباينال كورد، عشان يطلع منه إيفرنت اللي هو بيلفيك نيرف، كونتراكت الديتروسر مصل في الول، وريلاكس انترنال يوريسرال سفينكتر. يعني اذا الكلام اللي انا شرحته في الست نقاط من شويه عليه سيطره جايه من الكورتكس، فشغل مكان في البونز فكملت الامور. وده يخلينا نقول جمله مهمه قوي، ميكتوريشن ريفلكس از الوكال سباينال ريفلكس كنترولد باي هاير برين. طب نقف عند الكلمه دي، يعني ايه لوكال سباينال ريفلكس؟ بنقراها كتير قوي، معناها اليوريناري بلادر اللي اتملى بيورين بعت سيجنال الى اقرب سباينال سيجمنت ليه فيها مركز الميكتوريشن عشان تحصل العمليه دي. حاجه محليه، انا بعت للاقرب والاقرب رد عليا بالريسبونس، ولكن انت تحت هذه السيطره. تقول لي طيب فين بقى الجزء الفولنتري عندنا، الجزء الارادي؟ خلاص انت اراديا انت في البيت او واخد اذن في محاضره هتدخل دبليو سي. اللي هيحصل كالاتي، ان الهاير برين ده او السوبيريور فرونتال جايروس هيبعت اشاره على السباينال كورد. فين بقى؟ على الانتيريور هورن سيل. خلي بالك الانتيريور هورن سيل هو الاوريجين اوف سوماتيك، هو منشا كل شيء ارادي. طب ليه نبعت له؟ عشان يطلع منه بيودندال نيرف. تقول لي ما هو البيودندال ده ارادي، رايح للاكسترنال يوريسترال اسفنكتر. طب انا عايز اعمل له ايه؟ انهيبيشن. فالسنتر ده انهبت الانتيريور هورن سيل، تمام، اللي هي في السيكرال سيجمنت، وبالتالي يقلل من شغل البيودندال نيرف، فما ينقبضش المحبس الخارجي اكسترنال سفينكتر، بالعكس يوسع فيحصل ميكتوريشن. يبقى انا عملت الميكتوريشن على مرحلتين، مرحله افتح الانترنال اولا. وعشان كده اي طالب بيشوف الفيديو دلوقتي هيبتدي يفهم معايا ليه الدكتور بدا ببلفيك افرنت بلفيك افرنت ريلاكس انترنال سفينكتر، ان ده المحبس اللي فوق امتداد الديتروسر. ازاي افتح المحبس اللي تحت واللي فوق لسه ما فتحش؟ ما ينفعش. ثم يجي بقى دور الفولنتري كنترول. هو الفولنتري بس كده؟ لا، وانت داخل دبليو سي انت بتسيب نفسك ريلاكس البلفيك فلور والبيرينيوم ريلاكس، وكونتراكت الابدومينال ماسلز. لما الابدومينال تنقبض انت بتعلي البريشر في الابدومين، البريشر ده يضغط على اليورينري بلادر فيعمل كونتراكشن للول ويتفتح الاكسترنال يوريسترال اسفنكتر. يبقى الترتيب كده، ريلاكس حاجتين بيلفيك فلور وبيرينيوم، كونتراكت للابدومينال ماسلز ده مهم جدا، ثم ريلاكس
external urethral sphincter. يعني ال external urethral relax عن طريق نوقف البيودندال نيرف اللي بيشغلك وسيب نفسك لانه ارادي. حتى واحنا صغيرين زمان كنا نقول انا ماسك نفسي وانت طفل، معناه ان انت voluntary controlling external urethral sphincter. الكلام ده في غاية الأهمية. طيب نفترض العكس بقى، الظروف غير مناسبة اللي أنا بشرحه ده suitable conditions. خلاص، طب لو الظروف غير مناسبة، أنا في امتحان ومركز قوي مش قادر أعمل ميكتوريشن، أو في مدرج، في أي حاجة تمنع الأكت ده إنه يحصل، يا ترى نعمل إيه؟ السوبيريور فرونتال جايروس، فاكر لما قلت لك يشتغل على الوشين؟ الكورتيكال ميكتوريشن سنتر في الحاله دي هيعمل انهيبيشن. تقول لي ماشي، عشان يوقف لازم يشغل مكان تحته بيوقف زيه، ما هو ده لازم نكمل شغل بعض. فانا هشغل انهيبيتوري سنتر في البرين ستيم. الانهيبيتوري موجود في الميد برين، الميد برين ده فوق البونز، انا هشغل الانهيبيتوري في الميد برين انهيبيتوري سنتر. طب والانهيبيتوري من اسمه هيوقف الميكتوريشن سنتر، فمش هيشتغل البلفيك نير، فيحصل العكس، هيحصل ريلاكسيشن للوول اوف بلادر ويتقفل الانترنال يوريسترال اسفنكتر. ده بالإضافة ان طالما خلي بالك انت انهيبيتوري، فبالتالي كلام اللي انا قلته من شوية مش هيحصل. كنت قلتلك ان احنا هنوقف الانتيريور هور نسل فما يشتغلش البيودندل. لا، المرة دي البيودندل هيشتغل، مفيش حاجة موقفة الاوريجين بتاعه انتير هورن سيل اللي هو خارج منها، فيروح للاكسترنال سفنكتر يخليه كونتراكت مور، اقفل المحابس. وده منطقي، ظروف غير مناسبه انا هقفل المحبسين، الداخلي اولا ثم الخارجي ثانيا. الظروف مناسبه للميكتوريشن افتح المحبسين. يبقى دي الفكره الاساسيه اللي احنا منتظرينها. طيب ادي اهو البونز بتاعتنا، ده السنتر الفاسيليتاتوري. بص معايا على التتابع، بعتنا سيجنال من الاستريتش ريسبتور اوف يورينري بلادر لمين؟ الى السيكرال سيجمنت، والسيكرال طلع للبرين ستيم والبرين. ايه ده؟ يعني الاشاره ماشيه كده، لازم الاول ابعت لاقرب سيجمنت لي، وده يطلع الإشارة لفوق للبرين ستيم. علشان كده دكاترة الأناتومي قالوا لنا الموضوع ده ليه اسم جميل جدا، اسمه ascending، لأنه طالع vesical signals، إشارات طالعة من الفيسكس أو اليورينري بلادر. ثم بعد كده شايف بقى الموتور سيجنال اللي بتروح للوول والمحابس بالنسبة لنا. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن آخر جزئية، مشاكل الميكتوريشن، الشيء الغير طبيعي اللي هيحصل في العملية دي. هركز على عنوانين أساسيين. العنوان الأول شرحناه مع السنسوري، هفكرك الأول وبعد كده نحط العناوين. طبعا ده جزء من السباينال سيجمنت، ده posterior horn وده lateral وده الانتيريور. طبعا اللاترال ده الاوريجين اوف الاوتونوميك، والانتيريور الاوريجين اللي هيخرج منه بيودندال نير. بص معايا، الجزء اللي انا منقطه من فوق اسمه دورزال روت جانجليا، ده الروت بتاعنا، ده الهورن وده الروت اللي هو الممر للدورزال هورن. طب انا عملت ايه؟ عملت لون احمر كبير علشان اقول لك
حصل انفلاميشن للدورزال روت جانجليا، التهاب جامد. طب ده يفرق معايا في ايه؟ في افرنت داخل، بص افرنت اهو، الافرنت اللي داخل شايل احساس من اليوريناري بلادر انها اتملت باليورين. النيرف ده مايلينيتد. طب تخيل مايلين عليه كفر زي بلطو كده داخل في مكان ضيق، يضغط على المايلينيتد نيرف، الالتهاب ده يضغط عليه من فوق وتحت، فالافرنت ما يكملش الى اللاترال هورنسل، مش هيكمل. وما دام ما كملش للسنتر يبقى الريسبونس شيء طبيعي، مش هيكمل مع. وطالما انت ضغطت على الافرنت الريفلكس ارك هيقف خلاص، مفيش ميكتوريشن ريفلكس. طيب يا دكتور اسم المرض كان ايه؟ افكرك، تيبز دورسالس. حتى وقتها قلنا تيبز معناها دامج، قطع، حصل قطع في الدورزال روت جانجليا، الانفلاميشن الكبير ده قطع الافرنت، ضغط عليه. طيب ده كان سببه السيفلس، مرض الزهري او السيلان، ده مرض سكشوال كان بيجي زمان. طيب في الحالة دي البلادر بقى عامل زي الكوباية اللي عمال املاها مية، كل شوية املاها، انا مش حاسس انها هتوصل للنهاية. في الاخر المية دلدقت، وده اللي حصل، الكوباية اتملت على الاخر، فحصل ريتنشن with اوفر فلو. ده مهم قوي. حصل بلادر عمال يملى 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 لدرجه العيان ده بقى بينقط يورين، في دريبلينج اوف فيو دروبس اوف يورين، هو مش حاسس بيها، ده شيء طبيعي. وازاي نطالبه بالاحساس والريفلكس ارك ما كملش؟ خلي بالك المريض ده البلادر بتاعته فيري سين، الوول بيبقى رقيق، سهل جدا تو بي رابشر. تخيل بالونه عماله تتملي 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 بهواء، تفرقع بسهوله، فالبلادر وول بتاعه فيه المشكله دي. في ناس عندها مشكله تانية، ورم موجود، الورم ده بقى يبوظ لك افرنت وافرنت، يقطع اي حاجه، التيومر. بس انا عايز اركز على حاجه خاصه بمنهجنا، تيبس دورسالس. شكل البلادر بتاعه ليه كذا اسم، مرة سميناه تابيتك بلادر، نسبة الى تيبس دورسالس، نسبة للمشكلة، وسميناه تسمية تانية اتونيك بلادر، ودي التسمية الكومن قوي. كلمة تون كونتراكشن، اتون يعني فقد الكونتراكشن، ما هو مفيش ريسبونس، ده مهم جدا. طيب نيجي بقى للمشكلة التانية عندنا، اوتوماتيك بلادر. معنى العنوان ايه؟ البلادر بيملى يفضي، زي بالظبط البيبز الانفنت ما عندهمش فولنتري كنترول، لسه مفيش الكنترول اللي من البيراميدال تراكت على السفنكتر، لا مفيش خالص، هنتحول الى بيبز مره تانية. طب ايه اللي حصل في الموتور؟ في فيديوهاته انا شرحت حاجه اسمها سباينال شوك. معناها ايه؟ المعروف ان السباينال سيجمنت بالسنترز بتاعته بيوصل لها سيجنال من الكورتكس، لازم في سيجنال تجيلها، مهمه جدا، اشارات تتحكم في شغلها، تمام. دلوقتي نفترض ان احنا قطعنا الطريق بين الكورتكس فوق والسباينال سيجمنت تحت، ده اللي انا كتبته سباينال كورد كات اباف سيكرال ريجون، يعني معنى حصل اصابه في اللمبر سيجمنت، في اللمبر او اس 1 اللي مباشره فوق مركز الميكتوريشن اللي هو اس 2 وثلاثة واربعة،
معنى كده ان انت فصلت الميكتوريشن سنتر في السباينال كورد من البرين، مفيش اشارات نازله. طب ده معناه ايه؟ انت فقدت الفولنتري كنترول، التحكم الارادي. ما هو اذا كنت بتتكلم عن اكسترنال يوريسترال اسفنكتر، طب ما هو دي اللي بيشغلها بيودندل، اللي طالع من الانتيريور هورن سيل، اللي بيشغله الكورتيكال ميكتوريشن سنتر. انت فصلت العلاقه. وخلي بالك التحكم الارادي اللي انت فقدته في بدايه الحادثه هتفضل فقده طول عمرك. خلاص مفيش ريجينيريشن جديد للاعصاب اللي اتقطعت، الموضوع انتهى. طيب الموضوع ده يفضل معاك الحادثه دي 6 اسابيع وانت فاقد كل حاجه، الجزء الارادي والغير ارادي. بعد 6 اسابيع حصل حاجه غريبه جدا، رجع الريفلكس اقوى من الاول، ريفلكس انفولنتري. حتى انا جيت قلتها وقتها ليكم ان السنتر حواليه كيميكال ترانسميتر، سنتر اللي في سباينال كورد. تقول لي طب جم منين ترانسميتر؟ ما هو البلادر بيتملي بيبعت افرنت عادي في الدورزل هورن، مفيش انفلاميشن، دورزل يكمل الى اللاترال هورن. اللاترال هورن سيل اللي هي السنتر بتاع الميكتوريشن مش سنسيتيف، مش حساسه للاشارات اللي بتجيلها، قالت انا ولا حاسه باي حاجه. فالكيميكال ترانسميتر اللي جاي من الافرنت عامل ساينابس مع السنتر، عمال يتجمع ما بيتكسرش، قاعد حواليه. طيب هتقول لي طب والنيرف اللي جاي من فوق اللي اتقطع اللي جاي من الكورتكس؟ طب ما هو قبل ما يتقطع ما هو كان في كيميكال ترانسميتر نازله منه على لاترال هورن سيل. كلنا بننشن على اللاترال هورن سيل اللي هيخرج منها بلفيك نيرف. طيب فكأن السنتر بيقول انا حواليا كتير، اسيتايل كولين كتير. خلال 6 اسابيع الحادثة السنتر ده ابتدى يزود عدد الريسبتورز اللي موجودة عليه، عايز يبقى سنستيف قوي للأسيتايل كولين اللي اتجمع حواليا. في نهاية 6 اسابيع خلاص استقبل كل الأسيتايل كولين اللي حواليه. طب هو ليه زود عدد المستقبلات؟ لان ضيوف كتار، ستايل كولين بيتراكم 6 اسابيع حواليا، وبالتالي بقى في هايبر سنسيتيفيتي، فطلع اكشن بوتنشال بزياده في البلفيك نيرف اللي خارج منه، ادى الى كونتراكشن قوي لليورينري بلادر. فبقى مبرمج الان السنتر على فكره ايه؟ انا كل ما البلادر يملى هفضيه على طول على طول، مش زي بقى الادلت 150 ملي بدايه الرغبه. لا، بدايه الرغبه يعملها يا ما عملهاش، لا هنا بقى تحولت الى اوتوماتيك بالظبط، بيبي بلادر، بلادر بتاع البيبي واحنا صغيرين، كل ما يتملي على طول بتفضي، ما عندكش تفاهم، لسه ما فيش الكنترول ده. فاذا ده الاوتوماتيك بلادر ريفلكس ايفاكيويشن. خلي بالك ان العيانين دول بنديلهم يعني مسانده نفسيه، اعمل سكراتش، نقول له طب خربش السكين بتاعك عند الساي كده علشان تقدر تعمل ميكتوريشن. هو الفولنتري كنترول انتهى عنده للابد خلاص. حتى قلناها في النظري هيحصل مجموعه من ريفلكسز، ميكتوريشن ديفيكيشن، سميناها ماس ريفلكس، كتله ريفلكسز هتحصل مع بعض. طيب في نقطه انا احب اقولها في نهايه الميكتوريشن، ان مش شرط تعمل سترينينج، تحزق وتزود الانترا ابدومينال بريشر علشان يحصل ميكتوريشن، لا
ده ممكن تعمل يورين عادي جدا without straining، يعني بأقل حجم من اليورين ممكن تعمل ميكتوريشن. ما انا قلت لك عندك رغبه يا تكملها يا لا، لكن عند 400 ارجنت، عند 600 ده الم عنيف. طيب نيجي دلوقتي الان للعنوان الاول عندنا اكيوت رينال فيلير، الفشل الكلوي بعد ما استعرضنا فانكشنز اوف ذا كيدني في اول فيديو. النهارده بنتكلم في الختام عن الفشل. فشل معناه ان انت قل عندك الوركينج نفرونز. انا قلت 1,200,000 وحدة وظيفية في الكلية، العدد قل بشكل حاد. طيب يا ترى الحاد ده سببه ايه؟ الشاطر طالب الشاطر يقسمها الى 3 عناوين: مشكلة ما قبل الكدني، بري رينال، ايه اللي قبل الكدني، ايه اللي يخلي الكلى ما تشتغلش. الكلى عايزة بلاد فلو طبعا عشان الفلتريشن اللي شرحناه. تخيل في شق، ضغط الدم عامة في جسمك قليل، قليل قوي، فالبلاد فلو اللي رايح للكدني قليل، شيء طبيعي يحصل الفشل الحاد. طب مشكلة جوه الكدني نفسها، انفلاميشن في الجلوميرولاي او النفرونز، اكيوت جلوميرولو نفرايتس. خلي بالك انا بتك قوي على كلمة اكيوت، لاني بعد شوية هقولك لا ده التهاب مزمن كرونيك، لانك عندك نوعين من الفشل الكلوي، ده الاكيوت، او التوبيول نفسها حصل فيها نيكروزس، التوبيول ماتت، سيفير رينال اسكيميا. هتقول لي سيفير رينال اسكيميا، طب ما هو كان المفروض يطلع الرينين ويصلح الامور. هنعرف الكلام ده دلوقتي مع بعض. او ايه اللي خلى التوبيول مش شغاله؟ نقلت لك دم غير متوافق معاك، ما عملتش كروس ماتشنج تيست اللي قلته في فيديو البلد، لا، فتكون انتي بادز ضد الانتيجين، عمل لي اجلوتينيشن، تفاعل سد لي الرينال توبيول، اسيد هيماتين قفل لي الرينال توبيول. ما هو الهيموجلوبين هيخرج من الريد سيل، ما الريد سيل هتتكسر ويدخل عند الرينال توبيول ويتفاعل مع الاسيد اللي جوه اليومن، فيعمل لي اسيد هيماتين يسد انابيب الكليه. ده انا حتى لما شرحت في فيديوهات البلد قلت لك رينال شات داون، كان الكلى محل مغلق. هنا بقى مش للتحسينات، ده مغلق للفشل للحاد، احنا مش عارفين نعمل ايه دلوقتي. طيب قد تكون المشكله بوست رينال، اليورينري تراكت نفسه مسدود بحصوه، تعددت الاسباب، النتيجه واحده، فشل حاد. طب سؤال بقى مهم جدا قبل ما نيجي عند الكرونيك، تتوقع في الفشل الحاد اليورين فوليوم يزيد ولا يقل؟ تقول لي طبعا يقل جدا، انوريا يا اما مفيش يورين اساسا، او اوليجوريا، اوليجو يعني قليل، اليورين قليل. طيب حاجة التانية، هل يا ترى يورم العيان ده يجيله إديمة؟ لأن رينال فيلير معناها تعاملك يا كلى مع الملح والمية مش كويس. انت هنا انت المفروض في الطبيعي، في الطبيعي المفروض في بالانس، هنا ما بقاش في بالانس عندك. ما تنساش في الاسكيميا هيطلع رينين يحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2، وال2 ده كان هو اللي بيشغل الالدوستيرون وبيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، ملح وميه محبوسين في جسمك، انت عندك إديمة، عندك ورم
طيب نيجي نقول المشكلة التالتة، يا ترى البي اتش اتغير؟ تقول لي طبعا يا دكتور، ميتابوليك اسيدوزس. فاكر لما قلنا ان لو المشكلة في الكدني هو السبب الرابع، لان الميتابوليك ايرور الديابيتس هو الاساس، فالكدني ستفشل في اهم مأموريتين عندها، هيدروجين سيكريشن وبايكربونيت ريابزوربشن. كدني هتفشل، الكدني كمان هتفشل في التخلص من الزيادات بتاعت اليوريا، اليوريك اسيد، الكرياتينين، البوتاسيوم، الفوسفيت. هتلاقي كل الحاجات دي زادت في الدم. دايما الدكتور الشاطر يطلب من العيان تحليل ويقول له انا عايز بوتاسيوم. بوتاسيوم ده لو زاد في الدم تبتدي تفكر في مشكلة في الكدني، انت فشلت في البوتاسيوم سيكريشن فأدى الى هايبر كاليميا. والنهاردة هنتكلم ايه الحاجات اللي خلت البوتاسيوم يزيد عندنا. طب نيجي للعنوان التاني، فشل مزمن في الكلى. الاسباب عندنا، انت عندك تدهور تدريجي مش تدهور حاد، يعني مثلا 1,200,000 نفرون، لا 10,000 مش شغالين، بعد كده 20-30 حاجة كده. في الأكيوت 30-40,000 نفرون مرة واحدة losing function. طبعا الأسباب chronic glomerulonephritis، هنا بقى التهاب مزمن في الجلوميرولاي والنفر، أو انسداد مزمن في مجرى البول، أو مشكلة في الكدني. طيب نيجي بقى الآن على المانيفستيشنز، يا ترى مشاكله إيه؟ أول مشكلة بولي يوريا. طلبة اللي بتشوف الفيديو دلوقتي هتعترض، إزاي يا دكتور فشل مزمن ويورين فوليوم زيادة؟ أنا متعود دايما أثبت لك بالأرقام، هو مش اليورين ده فوليوم؟ تقول لي آه. هو الفوليوم يساوي إيه؟ amount على concentration. تقول لي طبعا. الكمية إيه هي؟ هو كمية الأوزموتيك لود اللي أنا عاوز أتخلص منها، كمية الويست برودكت اللي هتخلص منها 700 ملي أزمول. فالأماونت 700 هقسمه على الكونسنتريشن. ايه تركيز اليورين؟ فكر معايا، لو انت عندك فشل مزمن في الكلى، دي قلناها قبل كده، انت باظ عندك الجاكستا ميدلري نفرون باللوب اوف هينل بالفازاريكتا المسؤولة عن اليورين كونسنتريشن او دايليوشن. يعني معنى كده الكلى في المريض ده لا هي بتركز البول ولا هي بتخففه، تعملش حاجة. يعني البلازما هتدخل بأوزمولاريتي 300، هيبقى اليورين أوزمولاريتي أيضا 300، زي ما دخلت بأوزمولاريتي هتخرج زي ما دخلت بيها، كأنه كيس لم يطرأ أي تغيير. احسب معايا الأماونت 700 على الكونسنتريشن اوف يورين اوزمولاريتي 300، 700 على 300 طبعا هنلغي التو زيرو فوق وبعض فوق وتحت مع بعض، يبقى 7/3، يعني 2.5 لتر. ده الاثبات اللي انا بديهولك دلوقتي ازاي في بولي يوريا. رقم 2، ايزوسينوريا. ايه المقصود بالكلام ده؟ كلمة ايزو معناها متساوي، عارفينها من زمان، وكلمة سن معناها specific gravity. فاكر specific gravity اللي شرحناها قبل كده؟ بيعبر عن مقدار الحاجات الدايبة في المية قد ايه. يعني لو انا جيت قلت لك 1000 ملي مية يعادلوا الالف ملي، تمام، كأني بقول لك يعادلوا 1000 جرام، يكافئ 1000 جرام. كل ما الحاجات تدوب في المية أكتر، كل ما الوزن بيزيد، كل ما تبقى مية بس، كل ما الجرافيتي أقل.
الكلام ده انا قلت لك الوزن يزيد قوي ب 1030 لو ديابيتس الطبيعي كان الجرافيتي دي 1015 الى 1025. طيب ايه اللي يخلي الجرافيتي تقل قوي؟ اللي نزل ميه بس، ديابيتس انسيبيدس، الاي دي اتش قليل. طب في حالتنا 1010 ايه ده؟ ده الكثافه النوعيه لليورين بالظبط زي السبيسيفيك جرافيتي اوف البلازما. ما احنا مش قلت لك لم يحدث تغيير؟ يعني انا كبلازما داخل الكيدني بسبيسيفيك جرافيتي هتبقى هي في اليورين، داخل باوزمولاريتي 300 ملي اوزمول بير لتر هو في اليورين. عشان كده تفتكرها 10 10. اساتذتنا زمان علمونا 10 اوفر 10، 10 على 10 مش 10 على 10 قفلت الامتحان انت ممتاز، لا 10 اوفر 10 للاسف يو هاف كرونيك رينال فيلير. طيب نيجي للمانيفستيشن الثالثه، وكل حاجه انا كاتب لك تفسيرها وسنتناقش مع بعض. انيميا، نقص الاريثروبويتين. طبعا كلنا عارفين من سنه اولى ان الاريثروبويتين مصنعه الرئيسي كدني 85 الى 90%، وحتى حطينا العنوان وقتها انيميا اوف رينال فيلير. السبب في اول فيديو عندي في القناه قلت لك ان في 3 انواع من الانيميا في الرينال فيلير. نوع نورموسيتك نورموكروميك، الريد سيل كشيب وكسايز طبيعي، اللي اتغير عدد الريد سيلز هو اللي قل ادى الانيميا، في مشكله في المصنع. النوع الثاني مايكروسيتك هايبوكروميك، ان مع الرينال فيلير انت عندك مشكله في الايرن ديفيشنسي. طيب او قلت لك ميجالو بلاستيك، موضوع الفوليك اسيد. طيب إديمة، شرحنا سبب الإديمة، بس انا عايز اقول الإديمة ليها سبب جميل. مريض الفشل الكلوي بيحصل انه بيفقد النيجاتيف تشارجز اللي على الفلترنج ممبرين. فاكر في فيديو جلوميرولر فلتريشن ريت، الفيديو التالت في القناة، انا قلت ايه؟ قلت ان غشاء الكلى او المصفى 3 طبقات، الطبقة اللي في النص فيها نيجاتيف تشارج، ودي ميزة، كل ما يجي الالبيومين عايز يعدي الالبيومين شايل شحنات سالبة، النيجاتيف يقول له هيحصل ما بيننا ريبالشن، تنافر، ما ينفعش تكمل طريقك وتنزل، ارجع تاني للبلازما. تمام، ده الالبيومين. طب انت ليه ذكرت الالبيومين؟ لانه هو الحارس على الكابيلاري بورز، مسؤول عن الاوزموتيك بريشر، هو قوه الشفط الرياب زوربشن. تخيل ما عندكش قوه تسحب الميه الزياده من الكابيلاري من التيشوز الى الكابيلاريز، عندك قوه واحده بس، قوه طرد، فلتريشن، ترشيح، يؤدي الى إديمة. عشان كده الإديمة سببها هايبوبروتينيميا، التركيز الألبيومين في الدم، ده في منتهى الخطورة. طبعا هايبرتنشن ليه أسباب، سولت ووتر ريتنشن وزيادة نشاط رينين أنجيوتنسين سيستم، ميتابوليك أسيدوزيس، تقول لي برضو دي حضرتك شرحتها، انكريز بلاد ليفل، يوريا، كرياتينين، كل ده قلناه. عشان كده طالب الشاطر يحفظ النورمال فاليوز بتاع البوتاسيوم بتاع الفوسفيت، دول اهم 2 مهمين جدا عندنا. خلي بالك ان ممكن يحصل يوريميا، ولو تفتكر فيديو الاسيد بيز بالانس قلت لك في حاله اليوريميا الريسبيراتوري كومبنسيشن لن يتعدى 75%، ما يقدرش يعوض لدرجة 100%. طب تعالى نتكلم بقى على البون. البون هيحصل فيه هشاشة، يا ترى
ليه؟ يا ترى ليه دي؟ هنبينها الآن بدياجرام. بس قبل ما أبين بالدياجرام عايزك تفتكر معايا اندوكراين ورينال. في الاندوكراين قلنا باراثايرويد هرمون اكتيفيت 1 الفا هيدروكسيليز انزيم. تقول لي ايوه دي عادي، وال1 الفا هيدروكسيليز هو السبب في تنشيط فيتامين دي، لان فيتامين دي 3 هو 1.25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. كان جاي لك 25 او اتش كولي كالسيفيرول من الليفر، راح للكلى عايز ينشط، باراثايرويد هرمون نشط. طيب ايه علاقة الكلام ده برينال فيلير؟ فشل كلوي معناه الباراثايرويد هرمون ما قدرش يشتغل على البروكسيمال توبيول تو اكتيفيت الانزيم ده، وبالتالي فيتامين دي ما اتنشطش، وبالتالي هيقل الكالسيوم ابزوربشن. كالسيوم بيقل، كالسيوم ده مهم جدا في تكوين البون ماتريكس، شبكة العظم اللي احنا بنتكلم عليه ما بقاش فيه دعامة. دي مشكلة. ده في حاجة تانية، انا كباراثايرويد كنت مسؤول عن حاجتين: اعلي نسبة الكالسيوم في الدم واقلل الفوسفيت. الان الكلى فشلت، بص معايا، ده الفوسفيت ايه؟ زاد الفوسفيت. طالما الفوسفيت زاد والكالسيوم هيقل، لما بنضربهم في بعض بيبقى السوليوبيليتي برودكت ثابته. تقولي طب انا عندي سؤال، فوسفيت زاد والكالسيوم قل، طب ايه اللي هيحصل؟ كالسيوم قل يبقى لازم يتفرز الباراثايرويد هرمون، ده ستيمولاي لي، انا بطلع لما الكالسيوم يقل علشان ازوده، فيطلع الباراثايرويد وبنسميها سكندري هايبر باراثايرويدزم. ليه سكندري؟ الباراثايرويد هرمون ما زادش بسبب ورم في الجلاند نفسها، لا ده نازت نتيجة لنقص الكالسيوم. طب لما يطلع باراثايرويد هرمون كتير يعمل في العظم؟ تقول لي يكسره، انه هيشغل اوستيوكلاست، البون ريزوربينج سيلز، خلايا تكسير العظم، ويقلل من تكوين الخلايا اللي بتبني العظم اللي هي اوستيوبلاست، فالعظم عمال بيتكسر فالهشاشة تزيد. برضو تعددت الأسباب والنتيجة واحدة. خلي بالك ان انا في نهاية هذا الفيديو هعرض لك دياجرام مجمع للتسعة مانيفستيشنز دول عشان تبقى متخيل الخريطة في دماغك. تيرمينال ستيج النهاية يوريميا، يحصل لسرجي كسل غثيان نزية يؤدي الى غيبوبة. عندنا نوعين من الكوما او الغيبوبات مشهورين في الطب، غيبوبة سكر يبقى ديابيتك، وغيبوبة اخرى هيباتك. طيب تعالوا بقى نكمل الكلام. طبعا ده الفلتريشن والابزوربشن، وضحت الباقي بالدياجرام. بص ده الفلترينج ميمبرين بتاعنا، ادي البيزمنت ميمبرين اللي في النص اللي عليها نيجاتيف اتشارج، هي دي البيزمنت. عشان كده مريض الفشل الكلوي يفقد الشحنات السالبة على البيزمنت ميمبرين اولا قبل ما تقولي البورز توسع، لا. طيب واسباب الهايبرتنشن، طبعا ايه الكلام ده كله قلناه. عايز اركز معاك في حاجة مهمة جدا، يا ترى اخبار الانايون جاب ايه في مريض الكرونيك رينال فيلير؟ خلي بالك طالما انت عندك فشل مزمن يبقى معنى الكلام ده الاسيد بتزيد وقدرة الباي كارب بتقل. طبعا ما في بيقل الباي كارب ري ابزوربشن. عشان كده بص معايا في الانايون جاب، كنا بنقيس الفرق بين صوديوم بلس بوتاسيوم ماينس كولورايد زائد بايكار. لاحظ معايا ايه؟ مكبرين الان ايه قوي ومصغرين
السي ال والبايكارب، وجيت قلت لك ايه؟ البايكارب قل والكلورايد ما قدرش يعوضه، ما قدرتش، فبالتالي الانايون جاب زادت. وبص معايا على المستطيل ده، هو ده الجاب، الان ميجرد انايونز زادت. طبعا الكيتو اسيدز، لاكتيك اسيدز، فوسفيت، سلفيت، لان حتى بقول لك فوسفيت زاد ليه؟ ما هو الكلى فشلت تتخلص منه، فشلت تتخلص فزاد، وده احد الانايونز اللي ما كانتش متقاسة اللي عملت الفرق. عشان كده بقول لك اول سبب رينال فيلير، اسيدز زادت جدا. ما هو ده دور الكدني الاساسية، التخلص من الهيدروجين اين او هيدروجين اين سكريشن. خلي بالك لما الانايون جاب بيزيد، ده معناه حاجتين، يا اما الكلورايد نورمال او الكلورايد كونسنتريشن قليل. في الحالتين ما قدرش يعوض نقص الباي كربونيت اهي، وده اللي احنا قلناه هاي انايون جاب. طيب تعالى بقى نقول حاجة مهمة، دور البارا سيرويد هرمون اهي، ده الخريطة بتاعتنا. الفيتامين دي لما بيجي يشتغل والبارا سيرويد لما بيجي يشتغل، خلي بالك ان البارا سيرويد هرمون شغله على البون عكس الفيتامين دي، وقلناها مع الاندوكراين. فيتامين دي يزود الاثنين كالسيوم وفوسفيت، اما الباراثايرويد لا، انا زود الكالسيوم واقلل الفوسفيت. وقلت لك في فيديوهات سابقه عظمه ربنا في الفكره دي، ليه الفوسفيت ما تمش امتصاصه، يفضل في اليومن بتاع البروكسيمال توبيول اكت از ا بافر. حتى وقتها قلت لك ان البافر ده جزئين، جزء اسيدك وجزء الكالين. طب البفر الاسيدك بتاعك ايه؟ اللي هو صوديوم داي هيدروجين فوسفيت NaH2PO4، والجزء القلوي بتاعك هو 2 صوديوم بقى Na2HPO4، وتكلمنا ازاي نحول سترونج اسيد الى ويك اسيد. طب كل الكلام ده قلناه، نيجي بقى لجزئية انا عاوز اركز عليها، هو البوتاسيوم عالي في الدم ليه مع مريض الكرونيك رينال فيلير؟ هنقول ثلاث أسباب في النهاية بتعلي البوتاسيوم، يعني كل سهم ده بيعبر عن النتيجة. أول حاجة، أنت بتقول إن في أوليجوريا أو أنوريا في الأكيوت رينال فيلير، شيء طبيعي هيقل البوتاسيوم إكسكريشن فيعلى البوتاسيوم في الدم، ما بتخلص منه. او في حاله اكيوت او كرونيك رينال فيلير عندي ميتابوليك اسيدوزس، ارجع بقى معايا في الفيديوهات السابقه، ازازات الهيدروجين ايون في الدم بيحصل له سكريشن اكتر من البوتاسيوم. قلنا ان الهيدروجين والبوتاسيوم كومبيت توجذر، مين فيهم يبقى سكريتد الاول؟ طالما الهيدروجين زاد هنتخلص منه، فالبوتاسيوم هيعلى في الدم. التيشو فيها انجري او كاتابوليزم، تيشو بتتكسر فيخرج منها بوتاسيوم فيعلي البوتاسيوم. بوتاسيوم لما يعلى في الدم بيعمل اريزميا، شرحناها مع فيديوهات الكارديوفاسكولر، قلنا ان هايبركاليميا ستوب ذا هارت ديورينج دايستول، وقلنا كمان ان هيبقى فيه طول بيك تي ويف، كلام كبير قلناه. يعني عشان كده دايما دكتور الكلى الشاطر حتى لما يقول لك نعمل غسيل للعيان ده، طلعه عند الغسيل سواء بريتوني او دم، يقول لك انا عايز نسحب عينة دم بعد الغسيل ده، انا عايز اطمن البوتاسيوم اخباره ايه في دمه، منتهى الخطورة. يعني أي دكتور كلى أهم تحليل عنده شوف البوتاسيوم كونسنتريشن في الدم، ده على طول صباح الخير مع الامتياز، شفت البوتاسيوم وانت ماشي
تقول له انا في حد من زمايلي هيستلم بعدي، يقول لي طب واخبار البوتاسيوم؟ يعني دي كلمه السر اللي موجوده ما بين دكتور الكلى والمساعدين ليه، ده لازم تبقى معروفه. طيب وعرفنا انواع الانيميا كلها، نيجي بقى للخريطه الاخيره اللي بتعبر عن المانيفستيشن. اهم كل النقط دي كلها قلناها، صوديوم ووتر بالانس يؤدي الهايبرتنشن، يزود الفاسكولار فوليوم يؤدي الى هارت فيلير. اللي عنده فشل كلوي عنده كمان فشل في القلب. طب ازاي؟ ما هو الضغط العالي معناه ايه؟ ضغط عالي اورتك بريشر بقت عاليه. طب ما هو ده افتر لود، يعتبر مقاومه، بيقاوم الفنتريكل. الفنتريكل مش هيعمل ايجكشن بسهوله، ده في بره هاي بريشر قصاده، فلازم الفنتريكل يملى على كذا سايكل ويحاول يعمل ايجكشن ومش هيعرف، ثم يعمل تاني وتالت يؤدي الى هارت فيلير. طيب برضو ليه في إديمة؟ ما هو لو الهارت بقى فيلد مش هيستقبل دم تاني جايله من الفينا كيفا، خاصة رايت سايد هارت فيلير، فالدم يتجمع في الفينا كيفا فيتجمع في السيستميك فينز، ما كل مكان اتجمع فيه الدم علي فيه الضغط فمش هيستقبل من اللي قبله. طب الفينز ضغطها عالي مش هتستقبل من السيستميك كابيلاريز، فالكابيلاري تحوش الدم جواها ما تقدرش لان الوول بتاعها رقيق جدا، تفتح البورز توسع، انا عايز افضي البلازما اللي جوايا دي للتيشوز، يؤدي الى ايديما. برضو تعددت الاسباب والنتيجه واحده، يعني هارت فيلير يعمل لي ايديما، سولت ووتر ريتنشن يعمل لي إديمة، ده مهم. طبعا هايبر كاليميا، النيتروجينس ويست زي اليوريا بتزيد يوريميا، واليوريميا طبعا تعمل لي مشاكل في المناعة، سكشوال، عصبية، مشاكل كتير. إريثروبيوتين بيقل أنيميا، أسيد بيز بالانس بيختل، أسيدوزس ده مهم جدا، فيتامين دي ما بينشطش، بالإضافة لأن الفوسفيت ما بنتخلص منه، الاتنين يؤدوا لهايبوكالسيميا، ثم هايبربارا سيرويديزم سكندري كوز اللي يكسر العظم كمان وكمان. يعني مريض الفشل المزمن ده مشاكله كتيرة، عظم عمال بيتكسر، أسيدوزس عالية قوي، عنده أنيميا، عنده بليدنج كمان بينزف لان فيه كواجيولوباسيس، بوتاسيوم عالي في الدم، جسمه مورم، ضغطه عالي، مشاكل متنوعه في الكرونيك رينال فيلير. وكمان لو خدت عينه يورين تلاقي يورين فوليوم زياده، بولي يوريا وايزو سينوريا سبيسيفيك جرافيتي فيكس 10 10، واوزمولاريتي زي البلازما برضو 300. نيجي لآخر جزئية، علاج الرينال فيلير. فكرتها ببساطة لأن احنا مش دكاترة بطنة كبار، كان ناس متخصصة، انت عايز تغسل الدم من التوكسيك برودكت، عندك نوعين من الغسيل أو الدياليسيس، ممكن تزرع أنبوبة في البيريتونيال كافيتي، الأنبوبة دي هتدخل فلويد فريش وتيجي من الناحية التانية تسحب الفلويد اللي من الكدني اللي هو الفلويد بتاع الكلى أو السيركوليشن ده اللي مليان بوتاسيوم ويوريا يوريك أسيد كرياتين فوسفيت وتخرجه. يعني أنت عايز تنظف دمه، ده بيريتونيال داياليسز، عايز تعمل اكستشينج ما بين الدم والداياليزينج فلويد. يعني إيه؟ اديني الفريش فلويد النقي الصافي وخد الحاجات اللي مليان مواد سم. في حاجة تانية، غسيل دم هيمو دياليسز، طبعا نفس الفكر، توصل دم العيان بجهاز هيمو دياليزر، طبعا
ده جهاز غسيل برضو تعمل اكستشينج، عايز اغسل. شوف بقى عظمه ربنا في الكلام ده. انت يوميا بتغسل 60 مره كل يوم، التلاتة لتر بلازما تايمز 60، 180 لتر بلازما بيعدوا عكله في اليوم مجانا. لكن في الفشل الكلوي ليك جلسه او جلستين في الاسبوع، شوف الجلسه مكلفه ازاي. فعلا النقطه الثالثه هو زرع الكلى. طبعا زرع الكلى هو الافضل، لان انت مش هتضطر تعمل دياليسيس ولو اتزرعت صح. بس في مشكله ان دايما مع الترانسبلانتيشن جهازنا المناعي بيحاول يطلع انتي بوديز، بيعتبر الاورجن الجديد المزروع عندنا هو فورين بودي. فالتي لينفوسايتس بتشتغل، التي هيلبر انترليوكن عايز يدمر الكلام ده، ولكن احنا بنوقف التي هيلبر والسيتوتوكسيك سيل بادويه معينه علشان نهبط المناعه، فالجسم يستقبل الاورجن الجديد كانه تبعه. في نهايه هذا الفيديو بفكرك شرحنا عنوانين رئيسيين، ميكتوريشن تحتيها مقدمه، اناتومي انرفيشن سيستو مترو جرام، ميكتوريشن ريفلكس فولانتري انفولانتري، دور الهاير برين كنترول فاسيليتاتوري او انهيبيتوري، لو ظروف سيوتبل او نوت سيوتبل كونديشن، وقلنا ابنورماليتيز اوف ميكتوريشن حاجتين، اتونيك بلادر و اوتوماتيك بلادر. رينال فيلير الاكيوت قلنا اسبابه، اتكلمنا عن اربعه مانيفيستيشنز. اما الكرونيك قلنا اسبابه، اتكلمنا عن تسعه مانيفيستيشنز ونهيناهم بالخريطه الكامله لكل مشاكل الفشل الكلوي المزمن، وختمنا بعلاج الرينال فيلير، غسيل بيريتونيال او هيموداياليسيس، الفكره الواحده اسحب الدم العيان واديله دياليزنج فلويد نقي ما فيهوش توكسنز اساسا، وزرع الكلى في حالات اليوريميا، دي مهمه جدا لان اليوريميا قد تؤدي الى كوما ثم الى الوفاه، فلازم نلحقه، بس بشرط زرع الكلى يبقى معمول صح، ولازم نوقف الاميون سيستم بتاع المريض اللي هنقله الكلى مؤقتا. في النهاية كان معاكم دكتور محمد فايز، أتمنى تكون محاضرة مفيدة إن شاء الله.